يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه، تحيه ليكم في بدايه حلقه النهارده من السادسه بعد ما ودعنا نسخه تامنه في تاريخ مشاركات الاهلي في كاس العالم للانديه، ولكنها الحقيقه تبقى يعني مشاركه ونسخه مختلفه، والنقله فيها نقله نوعيه بكل ما تحمله الكلمه من معاني، على مستوى رؤيه الاداره للبطوله، على مستوى مشاركات اللاعبين، وعلى مستوى متابعه الجماهير. صحيح بنقفل صفحه كاس العالم وبنفتح صفحه تشامبيونز ليج، خدوا بالكم احنا بعد اقل من اسبوع تحديدا يوم السبت اللي جاي عندنا مواجهه مهمه جدا وصعبه جدا في افتتاحيه دور المجموعات، هنكون بنلعب ان شاء الله مع الهلال السوداني في ملعب الجوهره الزرقاء في الخرطوم، مباراه صعبه بكل المقاييس وخصوصا كمان وتوقيتها بدري شويه، وانتم عارفين اللي راح السوداني يمكن يعرف يعني الاجواء عندهم بتبقى صعبه شويه، لكن من حسن حظنا انه برضو الاجواء الشتويه دي ممكن تخفف شويه من حراره الجو، لكن على كل الاحوال هركن شويه مباراه الهلال السوداني واتكلم معاكم على نسخه كاس العالم. ليه بشوفها مختلفه؟ يمكن على مستوى طموح جماهير النادي الاهلي اللي كانت بتحلم بالوصول للمباراه النهائيه ممكن نبقى زعلانين شويه، وخصوصا بعد الاداء المحترم والراقي اللي قدمه فريق النادي الاهلي في البطوله. يبقى انه احنا حققنا مكاسب كتير جدا، صحيح زعلنا انه خسرنا من فلامينجو في مباراه الثالث والرابع، بس انا هقول لكم ده رايي الشخصي، يعني يمكن اتوقع انه ممكن ناس كتير تتفق معاه، انه بالنسبه لي ما كانتش فارقه قوي فكره المركز الثالث مركز الرابع، يعني على الرغم طبعا انه هيبقى في برونزيه رابعه وهيبقى رقم تاريخي قوي الى اخره، بس 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 انا شايف انه ما كانتش فارقه قوي مع جمهور النادي الاهلي، بعد ما وصلناش للمباراه النهائيه ما كانش هيبقى يعني ما كنتش هتحس على الاقل، خليني اقولها بالطريقه دي، ما كنتش هتحس على الاقل بنفس طعم البرونزيه اللي انت حققتها قبل كده ثلاث مرات، في كل مره حققنا فيها المركز الثالث في البطوله، في كل مره اخرهم طبعا واحده على حساب بالميراس واحده على حساب الهلال السعودي، كنت حاسس مع جماهير النادي الاهلي انه الاهلي عمل انجاز كبير، كنت فرحان انه الاهلي حقق الميداليه البرونزيه، كنت حاسس انه مكسب بالميراس شيء كبير جدا حققه الاهلي في تاريخه، وكنت حاسس انه مكسب الهلال وتحقيق ميداليه برونزيه ثالثه مكسب كبير جدا. هل كان الامر هيبقى مشابه لنفس الاحساس ده لو كسبنا فلامينجو؟ ما اعتقدش، يعني على الاقل بالنسبه لي، يعني ما اعتقدش انه مكسب البرونزيه كان هيبقى بنفس طعم الثلاثه اللي حصلوا قبل كده، الثلاثه اللي حصلوا قبل كده كان في قناعه انه في التوقيت ده ليس في المكان، وان طموحك انك انت تكسب فريق من امريكا الجنوبيه زي بالميراس بطل البرازيل وبطل كوبا ليبرتادوريس ده مكسب كبير جدا، وانك تحقق على حسابه ميداليه برونزيه ده شيء عظيم جدا. البرونزيه الاولانيه ما كناش لسه نعرف ايه هي كاس العالم، ما كناش نعرف احنا واقفين فين من الكوره في العالم كله، فبالتالي كان برضو احساس عظيم جدا باول مكسب بيتحقق على رسمي عالمي، رسمي عالمي، خد بالك من عالمي دي عشان جاي لها بعدين شويه. وحتى مع الهلال بتتكلم على فريق على اعلى مستوى وبتتكلم على برونزيه تاريخيه لانك انت حققت البرونزيه دي مرتين على التوالي وثالث مره في التاريخ. هل كان هيبقى نفس الطعم السنه دي؟ ما اعتقد، يعني كنا هنفرح وهنتبسط وخصوصا انك بتكسب برضه فلامينجو وفريق يعني فريق بطل وجاي من امريكا الجنوبيه، وامريكا الجنوبيه تبقى ليها تقلها، تبقى ليها تقلها. لكن في النهايه ما يتهقليش انه كان هيبقى نفس الطعم، لكن اجمالا في مكاسب كتير قوي حققها الاهلي من البطوله دي.